بعد أن استطاع الملك عبد العزيز استعادة الرياض عاصمة الدولة في عام 1319 للهجرة، بدأ يتطلع إلى استعادة المناطق الأخرى التابعة، واستطاع في فترة يسيرة أن يستعيد جنوب نجد وأقاليم العارض والوشم وسدير وأجزاء كبيرة من القصيم. وفي عام 1324 للهجرة، وعند اقتراب قوات الملك عبد العزيز من توحيد الرس، أرسل الملك عبد العزيز مندوبه إلى الرس، واختار أهل الرس صالحاً ليمثلهم.